استبشر الخاطر بأحلى التباشير بقدوم حصة الغالية قرة العين اسمي جدتها فرحنا بلا غير هو ميلادنا فرحة لكل المحبين ميلادها فرحة لكل المحبين استبشر الخاطر بأحلى التباشير بقدوم حصة الغالية قرة العين اسمي جدتها فرحنا بها غير ميلادها فرحة لكل المحبين طلت على الدنيا الضياء ونواوي والدار والله بنورها صار نورين هي مرحبا بالورد وريح المباخي بحلى البنات الفاتنات المزايين احس اللي معها اقبل السعد والخير قرت عيون الوالدين العزيزين في زينها مثل النجوم المسايين واحلى من العسل ولا بعدها زين يحفظها ربي من عيون المخاسي وتكبر على الطيبة والاخلاق والدي سمية جدتها معزة وتقدير حصل اصيلة بنت روس السلاطين عساها تمشي دربها دون تقصير او تاخذ خصايلها صاف وزين وابوها محمد من رجال مناعي رمز الكرم والطيب شبل الميامين او جدها شيخ فعولها ساطير هذا نهر خير الرجال الكريمين من آل مويس الشامخين الكبيرين اهل البطولة في جميع الميادين اخوانها عزوتها وقت المعاسير جاسم ومشاري الصقور الشواهين او خوالها بالجود ناس مشاهين وفعولهم لقولي هذا براهين وختامها يالله عسى فالها الخير والله يديم افراحها سنين وسنين استبشر الخاطر باحلى التباشير بقدوم حصة الغالية قرة العين اسمي جدتها فرحنا بها غير ميلادها فرحة لكل المحبين طلت على الدنيا الضياء ونواوي والدار والله بنورها صار نورين هي مرحبا بالورد وريح المباخي بحلى البنات الفاتنات المزايين حصة اللي معها اقبل السعد والخير قرت عيون الوالدين العزيزين في زينها مثل النجوم المسايين واحلى من العسل ولا بعدها زين يحفظها ربي من عيون المخاسي وتكبر على الطيبة والاخلاق والدي سمية جدتها معزة وتقدير حصال اصيلة بنت روس السلاطين عساها تمشي دربها دون تقصير او تاخذ خصايلها ولا صاف وزين وابوها محمد من رجال مناعي رمز الكرم والطيب شبل الميامين او جدها شيخ فعولها ساطير هذا نهر خير الرجال الكريمين من آل مويس الشامخين الكبيرين اهل البطولة في جميع الميادين اخوانها عزوتها وقت المعاسير جاسم ومشاري الصقور الشواهين او خوالها بالجود ناس مشاهين